صالح حيد حيد خرجت وليدات للمدرسة، جيت تعيطوا عليا غير الجيران قالوا لي تعالي راه دارك شاعلة فيها العافية. ملي جيت لقيت داري شاعلة فيها العافية، مدي لي التليفونات، مدي لي الفلوس، مدي لي كل شيء في الدار، شاعلوا لي العافية في الناموسية. دارت لي على داري كلها تكربصات، هي الحالة راه كنت كتشوفوا فيها. أنا دابا ما دايرة حتى شي حاجة، أنا باش طرا لي هاد الحالة كلها. والله شوف حالتي، شوف الماريو، ما التليفونات فلوس يتعوضوا، ولكن ما يحرقوش ليا غير مع حالي. علاش يحرقوني وليداتي الصغار كيقراو وكلشي؟ علاش داروا ليا هاد الحاله؟ ما كان حتى شي واحد في الدار، صور التبيباني اللي داخل ليا من الباب، صور التبيباني وخرج وصلت وليداتي كلهم يدخلوا مع 8:30. صور التبيباني تعيطت عليا غير السيده هنايا حدايا في الحمام، قالت لي فاطمه راه المحل ديالك شاعله فيه العافيه. جيت انا كيف جيت عرفت ماشي انا، ما بقى لي لا شارجور لا والو. انا هنايا عندي البريز ولا الماريو، يعني ما عنديش فلان ديال البريز، البلاصه اللي شاعله فيها العافيه هنا كاينه الناموسيه، شاعلوا لي العافيه، هرسوا لي، رديتها هذه البوليس. هاد البلاصه اللي لقيتها انايا مهرسه الباب ديال هنايا، ديتو البوليس، راه خليتو لهم قالك ياخذوا العينات منهم. ايوا صافي. وانا حد هاد السيد ولا هاد السيده اللي دات ليا ديالي وشعلت لي وغير دات اخويا، انا مسامحه في كل شيء، انا غير داري ما تحرقاش وما تخليش ليا ولادي هكا جاو من المدرسه كل شيء مشتت في الزنقه. يلا شوف هاد الحاله، ما حالتي ما واخا نكون يهودي وديروا فيا هاد الحاله اخويا، راه حشوم. مع 9 ديال الصباح، مع 9 باقي ما كان حتى واحد اخويا في الدار. اللي كان في الدار خرج كلشي بدقه، اللي كان خرج كلشي بدقه، الا رجع شي واحد من ورايا ولا حضاني شي واحد ولا يعني داخل ليا، عارف ليا البلايص اللي خازنه فيهم فلوسي، وعارف البلايص اللي حاطه فيهم تليفوناتي، وعارف وشاعل العافيه في الناموسيه باش تشد، باش هذا اللي غادي يشفر ولا هذه اللي تشفر يقول لك راه الدار تحرقت. باش تحرق بالجنون؟ باش تحرق الدار شكون اللي غادي يحرقها؟ والدار مجموعه مسيقه كلشي وخارجه، انا عارفه راسي انا ما حاليش فيه. كون كان شارجور راه شارجور، ولكن فين هو اللي شافرني؟ فين هو هذا اللي شافرني؟ انا دابا مشيت للبوليس للمخزن، خليته ياخذ الحق ديالو يدير الاجراءات ديالو وصافي. انا ملي غادي يبان لي هاد المجرم اللي شاعل لي في داري العافيه ودار لي هاد الحاله، راه ما نكذبش عليك، راه نبقى متابعه انا وياه حتى نموت، حتى نموت. شي من الساعه اللي دفنوني عاد اش غنخلي؟ وعند الله ما نخليش، لان تعدى عليا وتعدى عليا على وليداتي، وعندي ثلاثه ديال الوليدات صغار، راه عندي الدريري عنده 6 راه جا قبيله 100 صفر، جا من المدرسه تلقى هاد الشيء. الدري عندها 8، الاخرى هي ما نطت لها المدرسه من شافت الحاله، قالت لي ما نخليكش يا ماما، راه كاينه غير انا والله وليداتي، ما معايا حتى احد، وكلشي قال لي كيدي لي كنتصرف فيه غير الخير، ما مديش لي البراني، مدي لي مني فيا، البراني ما كيديش، والله البراني تيعطيك السلام على برا. نقول لك الصراحه كلشي نشرفك، ولكن دمك يبليك، صراحه دمي يبليني، اما البراني اخويا ما يديش ليا. هي هذه الكلمه الاولى والاخيره اللي غنقول لك.